انا بظبط جيتار ازاي على الكمبيوتر؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الجيتار، ويمكن هندسة الصوت كمان داخلة معانا في الموضوع دوت. ناس كتيرة بعد تسألني، انت بتقول لي انت بتظبط الجيتار بتاعك، تدخل الجيتار على الكمبيوتر ازاي؟ عن طريق سواء جيتار ريج مثلا، في جيتار ريج، او بالنسبه للبايس افكتس، البايس افكتس منزله برضو امبات مجانيه، جيتار ريج 5 مثلا نزل دلوقتي، جيتار ريج 5 اللي عليه امبات ببلاش وعليه امكانيات ببلاش، ممكن احط بدلات ببلاش، وكمان البايس افكت كمان نزلت تاثيرات ببلاش، فانت ممكن تستعمل الحاجات دي تنتج لك اصوات انت فعلا جميله تقدر تستعملها في اعمالك الموسيقيه لما تيجي تسجل موسيقى على الكمبيوتر. فانا ازاي ادخل صوت الجيتار دوت على الكمبيوتر؟ مبدئيا انت محتاج اوديو انترفيس، دي مفيش غنى عنها، مش هينفع تدخلها في الجاك بتاع الكمبيوتر بتاع المايك او بتاع ليه الجاك الكمبيوتر بتاع المايك بتاع الكمبيوتر او اللابتوب، مش هيبقى بنفس احترافية كارت الصوت، وصوت اساسا الكويلات بتاعت الجيتار صوت واطي جدا وحساس، محتاج يتكبر شوية. كارت الصوت بتاع الكمبيوتر او اللابتوب العادي مش هيبقى كافي انك تقدر تسجل بيه اوديو من الانالوج ده ويحوله هو يدخله ويطلع قوي ويطلع صوته واضح، فانت محتاج اوديو انترفيس. جهاز الاوديو انترفيس ديت بتتراوح من مبالغ بسيطه جدا انك انت تدخل فيها الجيتار بس لجيتار، وممكن تدخل معاه مايك كمان. فانا انصح لو انت هتصرف فلوس، يعني لو انت هتصرف 800 جنيه مثلا وتجيب اوديو انترفيس يدخل الجيتار بس، وهتصرف 1000 جنيه تدخل الجيتار ويبقى عندك امكانيه نضيف مايك بعد كده، او نقدر اسجل بمايك، او نقدر احط مايك قدام الجيتار، فهات التاني ابو 1000 يعني، وده كده هيبقى اوفر لك مع المستقبل، لانك انت هتحتاج تدخل اصوات تانية طول ما انت بتتقدم في الموسيقى. احنا جبنا الاوديو انترفيس دلوقتي، بوصل الجيتار بالكابل العادي بتاعي بالاوديو انترفيس على مدخل من المداخل. لو وصلته على مدخل من المداخل بجرب الجيتار نفسه، لو الاوديو انترفيس كويس عادة بيبقى فيه علامة اللي هي ضوء يدي لك اخضر اصفر احمر على حسب قوة الاشارة اللي داخلة، فكل ما كانت الاشارة ما بين الاصفر والاخضر ده تمام التمام كده، ما توصلش للاحمر، لان لو وصلت للاحمر ده معناه انها بتعمل كليبينج، يعني بتخلي فيها ديستورشن، هي الاشارة اعلى من امكانية الاوديو انترفيس ان هو يترجمها لديجيتال من غير ما الاشارة تطلع محرفة او تطلع انها بايظة، انها عالية اكتر من اللازم. فحاول تخلي الاوديو انترفيس بتاعك مظبوط، بيبقى اغلبه على الاخضر، وحتة تطلع اصفر مش مشكلة، يعني ما يطلع في حتة عالية على الاصفر ده مش هتبقى مشكلة كبيرة، لو وصل الاحمر هي دي اللي هتبقى مشكلة. تاني حاجة، لو ظبطت الاوديو انترفيس بالظبط ودالي النتيجة ديت، بقى لازم اتأكد ان السوفت وير بتاعي لقيت الاوديو انترفيس ده وبيستعمله في الان وفي الاوت، وتختار بالظبط المدخل اللي انت دخلت منه الجيتار، لان لو انت هتجيب فوكس رايت سولو مثلا اللي فيه مدخل مايك ومدخل جيتار، لو اخترت مدخل المايك وعايز يطلع منه صوت الجيتار مش هيطلع، فانت لازم تختار المدخل يا اما بتاع الجيتار، او لو كنت حطيت الجيتار في مدخل المايك تختار المدخل المناسب اللي انت دخلت فيه الجاك بتاع الجيتار بتاعك. تعالوا معانا نروح نشوف على الكمبيوتر نظبطه ازاي من فوكس رايت. ده برنامج البايس افكتس اللي انا بدخل منه الاشاره بتاعتي بتاعه الجيتار، بختار من السيت اب بتاعي، شايفين العجله بتاعه السيتنجز ديت اللي موجوده عندي فوق، بختار من السيتنجز اوديو سيتنجز او الصوت، ضبط الصوت لازم يكون من عندي هنا، انا مختار كارت الصوت بتاعي اللي انا بشتغل عليه، انا بنسمي الكارت الصوت بتاعي ميوزيكال لان انا بدخل عليه اكتر من كارت في وقت واحد، فالمجموعة بتاعتهم اسمها ميوزيكال، فهو دوت اللي انا بدخل منه كاوتبوت، ده الاوتبوت بتاعي، والانبوت بتاعي اللي هو الجيتار بتاعي بيدخل فين على ميوزيكال دي برضو. لو الاتنين دول مش موجودين عندك في الويندو ديت، لا انت لو انت دي مش موجوده معناها مش هيلقط من الجيتار، مش هتسمع اي صوت مهما عزفت الجيتار بتاعك، ولو ما عملتش دي برضو مش هتسمع اي صوت، لان الصوت الخارج مش هيبقى خارج من الجهاز اللي هو اللي انت ظابط عليه. فحاول تظبط الاثنين دول عليه كده. السامبل ريت بتاعي 41 هرتز اللي هو السي دي كواليتي، انت ممكن تعليه، انا اعتقد ان افضل حاجه لو انت هتسجل بيه انك تسجل ب 96 الف هرتز او 96 كيلو هرتز،
ليه؟ لان دوت بيدي لك ضعف السامبل اللي انت محتاجه عشان تدي لك سي دي كواليتي في المنتج النهائي بتاعك اللي احنا كلنا نقدر نسمعه. فيفضل انك انت تسجل على ضعف الكيلو هرتز بتاعتي اللي انا بعملها. لو انا دلوقتي مش عايز احمل الكمبيوتر بتاعي لان انا مش بسجل حاجه، انا بعزف، فممكن احطه على 41، او لو انا بسجل حاجه مش مهمه يعني مش بتمرن عليه يعني. ده الجديد من شركة بايس افكتس اللي هي بتطلع الافكت الجميلة ديت. طبعا لو انا دوست على علامة الاستفهام ديت بتشرح لي كل زرار بيعمل ايه عندي هنا، كل مكان عندي على الانترفيس بتاعي بيعمل ايه. لو انا دخلت حتى على الكلاود، لو انا عملت اشتراك معاهم باسمي وعملت ايميل وبتاعه وعملت اشتراك معاهم، بيقول لك الحاجات اللي تقدر تحملها من الاعمال بتاعت المشاهير اللي هم صوت جيتار مشهور، او لو انت عندك بدلات البيدل بوردز بتاعتك تنفع ناس كتيرة بتعمل اصوات من الناس الهواء اللي بيستعملوا هذا النظام، وبيروح عامل مشارك مع الناس كلها الافكت بتاعته. فدي مفيدة جدا ان احنا بنقدر نتبادل الحاجات الضبطات بتاعت الافكتس لو انت عجبك الصوت اللي الشخص دوت انتاجه وكده. فالإفكتس طبعا موجودة عندي من فوق هنا في نص الشاشة الفوقاني، والأمبات بتاعتي بتبقى موجودة من هنا، وبقدر أغير هنا سواء أعمل إضافة لإفكتس أو إضافة الأمب مثلا. يعني كل الإفكتس اللي موجودة عندي اللي أنا اشتريتها هتلاقيها في على الرف هنا، تختار من كذا على حسب المجموعة بتاعتك في التأثير الصوتي اللي انت عايزه أو الفلتر اللي انت عاوزه. آدي مثلا الكمبريسر، أنواع الكمبريسرات اللي موجودة عندي مثلا هنا علشان أقدر أستعملها مع البايس افكتس دوت. ولو انت هتقدر تغير الامب طبعا، تغير الهيدز بتاعت الامب اللي انت متشارك عليها او اللي انت اشتريتها، فبتبين لك الامبات بتاعتك اللي تقدر تستعملها، وتقدر تغير بانك انت بتختار امب مكان امب. وده طبعا انك انت ممكن تستعمل طريقين، تستعمل حاجة اسمها سبليتر تخش على امب تاني وامب تاني، وتقدر انك انت تطلع على سماعتين طريقين مختلفين للإفكتات، فبيدي تأثير غني للصوت ويخليك تحس ان الصوت الجيتار نفسه مليان. فاحنا ممكن نعمل حلقة على ازاي نظبط جيتار إفكتس تبقى مناسبة لكل واحد، وده طبعا ما فيهوش صح وغلط، انك انت بتجرب بنفسك الإفكتات بتاعتك اللي انت عايزها تضيفها ولا ما تضيفهاش، وتفتحها ولا ما تفتحهاش، طلع لك كل واحد بيطلع لك صوت تاني مثلا، واخد بالك. برنامج الامبليتيوب، البرنامج دوت بيبين لي طبعا هنا الامبات اللي انا بمتلكها مثلا او ان انا اشتريتها، وبتستعمل بنفس الطريقة وليه برضو مكان تقدر تضبط منه. اقدر اضبط هنا بالظبط الانبوت بتاعي هنا فين، برضو الانترفيس بتاعي اسمه ميوزيكال، ده الانبوت بتاعي والاوتبوت بتاعي هنا، برضو المدخل بتاعي هنا من الميوزيكال بتاعي، وهنا المخرج بتاعي من الميوزيكال بتاعي، بدخل الجيتار على الانبوت 2 وبقدر اسمع منه اللي انا عامله. بقفل دوت، ودي الامبات اللي انا ممتلكها يعني او اللي انا اشتريتها. ده المشهور الميسا بوجي، ودي السماعات بتاعتي، او ممكن حتى الامب نفسه يكون امب بسماعة. ودي السماعات بتاعتي، كل سماعة طبعا ليها طريقة مختلفة في التوصيل.
الأمبات اللي بيستعملها سانتانا. دي كانت حلقة عن تأثيرات الجيتار اللي موجودة على الكمبيوتر وإزاي أستعمل الجيتار بتاعي مع الأوديو انترفيس مع الكمبيوتر، وأشوفكم الحلقة الجاية.